هناك صور إنسانية عديدة أراها في واقعة الطف، أرى الإيثار في واقعة الطف، أرى انكران الذات في واقعة الطف، أرى التضحية. تبي كل شي حكينا فهمنا بعضنا بالدمع لما نبكينا. قلت لك قريبة خيولهم صارت علينا، قلت لي وعد مكتوب يا صرت أشوف اللي. ومن أروع الصور الموجودة هو حب الحسين أجن لي لعبد الله الصالح، لأن أنصار الإمام الحسين جون عندما خرج بكل مشاعره بكل التضحية بكل ما يحب أن يعبر عنه، فقال أن حب الحسين أجنني، وبقي مدافعا عن الإمام الحسين وعن أهل بيته إلى حين استشهاده. ما هذه الصور العظيمة التي توجد في واقعة الطف؟ من أروع الصور عندما قدم الإمام الحسين ابنه علي الأكبر للقتال ويراه أمام عينيه يستشهد. ساعد الله قلبك سيدي ومولى أبا عبد الله الحسين. من أروع الصور التي تجسدت في واقعة الطف هو استشهاد عبد الله الرضيع. قدم الإمام الحسين طفله الرضيع قربانا للثورة الحسينية من أجل كرامة المؤمنين، من أجل الحرية للمؤمنين، من أجل محاربة الطغاة في ذلك العصر. من أروع صور التضحية والتي نستمدها من ثورة الإمام الحسين هو أمر عشته مع أحد الأخوة المجاهدين عندما لبى ندوة الجهاد الكفائي التي أصدرها مراجع العظام في الدفاع عن العراق ضد الدولة اللا إسلامية. إنه موقف أهل بيته، زوجتي طلبت منه أما الانفصال أو الجهاد، فاختارت الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، وكانت له بنت واحدة اسمها زينب. وتكلمت معه لماذا استعجلت في الأمر، فقال أنا أتذكر الإمام الحسين ضحى بكل ما يملك من أجل الجهاد في سبيل الله، فكيف لا أنا أضحي بأبسط أمر قد أتعرض له يجعلني أني أتخلى عن الجهاد، فقررت الجهاد. وفي ذلك اليوم تكلمت مع هذا الشخص كثيرا فوجدته مولعا بحب الحسين، وفي هذا اليوم قال لي ابنتي زينب تكون أمام عينيك في حالة شهادتي، في حالة استشهادي أريد ابنتي زينب أن تقبلني وأنا شهيد.
وفعلا هذا الرجل المؤمن المجاهد في سبيل الله استشهد في ذلك اليوم. وبقيت أنا في حيرة من أمري بين أن ألبي وصيته ابنته زينب أن تقبله وهو شهيد، وهذا الشيء ليس بالسهل على طفلة عمرها سنتان، لكن عملت ما أمر به فجعلت ابنته زينب قامت بتقبيله وهو شهيد. فك ايديك وقيل لبابا ليا لا يبكي الدفو، فك ايديك وقيل لبابا ليا لا يبكي الدفو، بابا لي بنية خطية من تظل بلا، بابا لي بنية خطية من تظل بلا. في أحد الأيام وفي عندما كنت مقرر للسفر في الدعم اللوجستي دعم أبناء المجاهدين، وعند عتبة الباب بدأ يشاور ذهني الشيطان: أنت لماذا ذاهب؟ أنت دكتور بالجامعة، لك بيت، لك سيارة، كل شيء متوفر لك، أنت ليش رايح؟ بدأ يكبلني وقيد يداي وقدماي وبدأ يسيطر علي أني لا أذهب، لكن عندما نظرت رفعت رأسي فكان في باب داري راية الإمام الحسين. تذكرت الإمام الحسين وأهل بيته عندما قدموا التضحية من أجل الإسلام، من أجل الشهادة، فتقدمت وتوكلت على الله في طريقي وفي مشواري. كيف لجرح أن يتحول إلى دم يصرخ، وكيف لقضية أن تتحول إلى عيون؟ تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هل الإمام الحسين هو لطائفة معينة، لفئة معينة، لقوم معين؟ الجواب لا، الإمام الحسين هو للأمة بأجمعها، والإمام الحسين هو إمام الرحمة، إمام الإنسانية، إمام الذي تجسدت فيه كل القيم والمبادئ الإنسانية. الإمام الحسين منار الثوار لجميع الأمم، وما ترويه التاريخ والأحداث الثورات من القادة الثورات غاندي، جفارة، جميع الثورات التي حدثت إنما تستمد من الإمام الحسين، وثورة الإمام الحسين هي الثورة للدفاع عن المظلومين. فالدفاع عن المظلومين والظلم لا يقتصر على فئة معينة، إنما يقتصر على كثير من الأمم، وهذه الأمم استلهمت من ثورة الإمام الحسين بإقامة ثوراتها ضد هذا الظلم. فالإمام الحسين إمام الكل، إمام الجمع المؤمنين، إمام جميع الفئات في العالم. الإمام الحسين إمام إنسانية والرحمة. إن القضية ثورة الإمام الحسين هي قضية إلهية، والدليل على ذلك عندما قبل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين في صوره فأغرقت عيناه بالدموع، فسألوه: لماذا يا رسول الله هذه الدموع؟ فقال له: سوف تقتله الفئة الباغية من بعدي ولا تنالهم شفاعتي. الذين حاربوا الإمام الحسين، الذين قاتلوا الإمام الحسين،
حرموا من شفاعة رسول الله صلوات الله، شفاعة الله ورسوله صلوات الله وسلام عليه. فإذا القضية قضية كونية لها أبعاد سماوية، من أجل خط الأسس الصحيحة لاستمرار الإسلام محمد الأصيل. السؤال الذي يردده البعض: ماذا أراد الإمام الحسين عند خروجه من مكة المكرمة إلى كربلاء؟ هل أراد الشهادة؟ هل أراد السلطة؟ هل أراد النصر؟ الجواب يتلخص فيما يلي: أولاً، أراد الإمام الحسين هو الإصلاح في أمة جده رسول الله، وما يحدث في عهد السلطات الفاسدة في ذلك الوقت. أراد الحرية. لقائي ولقائك سكتبي كل شي حكينا فهمنا بعضنا بالدمع لما نبكينا. دور الإعلام في ثورة الإمام الحسين عبرت عنه السيدة زينب صلاة الله وسلامه عليه في تسليط الضوء على مظلومية أهل البيت صلاة الله عليه وسلم، وما حدث بأهل البيت في واقعة كربلاء، واقعة الطف الأليمة. من خلال خطبتها الزينبية والدفاع عن أهل البيت صلاة الله عليه وسلم، فكانت السيدة زينب هي المنبر الناطق لهذه الثورة على مر الأيام ما بعد ثورة الإمام الحسين، وخلال الرحلة الزينبية إلى الشام ولقائها في كثير في المحطات الطرق، وكانت تعبر عن مظلومية الإمام الحسين. اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، وحيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. في الثورة الحسينية فاعلية كبيرة في فضح العدو، فضح معاوية، فضح الحكم الجائر في ذلك الوقت. وكانت ثورة الإمام الحسين هي ثورة ضد الظلم وما يمارسه من استبداد وظلم للمؤمنين وللمسلمين. فكانت ثورة الإمام الحسين هي الثورة التي حاربت هذا الظلم وهذا الفساد. فكان الإمام الحسين قائدا للثورة، قائدا للإصلاح ضد الظلم، ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد الطغيان. السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أنصار الحسين. هناك موقف حضرني في فترة الجهاد الكفائي. هناك أمرأة لديها 4 أولاد، 4 التحقوا بالحشد الشعبي ورزقهم الله الشهادة جميعهم بين الحين والآخر. وما هذا الأمرأة الصبورة تذكرني سيدتي ومولاتي أم البنين بواقعة الطف عندما استشهد أبناؤها جميعا. لسيدتي مولاتي أم البنين موقف في واقعة الطف عندما قدمت أبناؤها الواحد تلو الآخر في هذه الثورة، في هذه الواقعة، قدمت أبناؤها في الدفاع عن الإسلام المحمد الأصيل، قدمت الأكبر وبعدها الولد، ابنها الثاني
ابنها الأوسط وابنها الأصغر، فكان لها 4 شهداء في واقعة الطف. ما هذه الأمرة العظيمة، ما هذا الصبر التي تحلت به هذه الأمرة، استمدت هذه الروح، هي من روح الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلامه. فالحسين عشق لا ينتهي، الحسين ثورة لا تنتهي، الحسين الإنسانية الجميلة التي لا تنتهي. عجزت حروفي على أن ترثيك، أيموت تأريخ نصفه ماضيك، ومساحات الجراح على القلب تدلت، في كل عام نزفها يحيك. فلسفة البكاء، هناك نوعان من البكاء، هو بكاء العين وبكاء الروح. بكاء العين هو عندما يتذكر الإنسان أو يتألم من موقف معين فتبكى العين، أما بكاء الروح فهو ما يحس به الإنسان، ما يشعر به الإنسان، واشتياق الإنسان إلى أعز الأشياء لديه وحبه لهذه الأشياء. عندما نتذكر مصيبة الإمام الحسين صلوات الله عليه، في واقع الألم ومرارة وما حدث للإمام الحسين وأهل بيته على مر التاريخ والعصور إلى وقتنا الحاضر لا تنسى، وكأنما الواقع الآن. هل يتمكن الإمام الحسين من إحراز النصر العسكري والسياسي؟ الجواب نعم. الإجابة بنعم تتضمن من خلال الثورات، استمرار الثورات التي استمرت بعد ثورة الإمام الحسين في محاربة الظلم والسلطات الجائرة الظالمة، وليس بالوقت البعيد وقتنا الحاضر وما حدث في إصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل مراجعنا العظام، وتلبية هذه الفتوى هي ما هو إلا استلهام لواقعة الطف للإمام الحسين ضد الظلم، حيث قامت أبناء الشعب العراقي بتلبية الجهاد والتضحية من أجل العراق ومحاربة الدولة اللا إسلامية من أجل حماية الشعب العراقي وحماية مقدساتنا ومراقدنا ومن أجل الدفاع عن العقيدة والإسلام. تبي كل شي حكينا فهمنا بعضنا بالدمع لما نبكينا. قلت لك قريبة خيولهم صارت علينا، قلت لي وعد مكتوب يا بدي انا صرت اشوف اللي